نتحدث إليكم في هذا الحفل السائر من قصائد الشعر والأناشيد من قصة بني هلال. وبعدها قال الراوي: يا سادة يا كرام، كانوا بني هلال عرب عربة أصحاب الركيز والحربة، إذا قالوا صدقهم وإذا حرب غلبهم، لكن تغروا في لحود الثرى. سبحان من جعل سير الأولين عبرة للآخرين. كان الحاكم هو السلطان حسن، وكان القائد على الحرب أبو زيد الهلالي سلامة. رحلوا إلى تونس الخضراء. إزاي؟ إنهم كانوا في الجزيرة العربية فجلبت عليهم البلاد، فعادوا في مجاعة شديدة. فقال حسن: يا أمير العرب، إحنا صبحنا في جدل شديد، عايزين نغلو عن بلادنا وندور على بلاد فيها الخيرات والزراعات والمراعي الكثيرة. فإذا هم جالسين، وإذا براجل جاء من عرض البر، راجل موقر يسمى جبر القريشي، وكان معه هدينة وعليها خرج من المال. فلقى العرب في وباء في جدب شديد، جاب من معه الذهب وبدروا على رؤوس العرب، سحبوا السيوف على بعض وقالوا: هذا ذهب. قال: لا 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 يا عرب، ده حصى عندنا في بلادنا يعتبر حصى. قال له: يا امير، ده ذهب. قال له: من الخير اللي عندنا يبقى حصى. منين انت؟ قال له: من تونس الخضراء وارض المغارب. ومن جابك الى هنا؟ قال له: جابتني الظروف يا امير العرب، جابني زمان الالام وما جرى لنا في هذه الايام. فبيقول لي: ايه شكواك؟ قل لي على ما حصل لك يا امير العرب، وايه شكواك؟ قال له: انا جاي استنجد برجال، واذا اردت تقصد اقصد ناس عال، لازم تقصد ناس لهم اصل.
وابني ابونا جد مات ابني اساس خاسع ابني ابونا جد ما تبنيش اساس عدل ابني ابونا جد ما تبنيش اساس عدل احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا يبقى البنا جد لكن الاساس كاسع المتجر الغالي صلاتي على النبي نور النبي نور على الحبايب لولا النبي لم كان جانا الهدى عليه من صلى ينور المكاسب قال الامير اللي جاي يحتمي بالعرب حاكم بلاد الغرب امير المغارب قال الفتى المنصر جبر القريشي قرشي النسب ولو حصن واجب وعد قلبي دايب سامحني يا من صن فيما اقوله انا جاي لك احتمي بك يا محارب جارت علي كل الليالي اجموا بني حمير امارة وقتلوا رجالي وحبسوا حاربنا من غير واجب حبسوا بنات الأسرى بحار الزواوى وانا جاي هنا عشمان في حمى ما مشي ادب يا ابو العدايب نادى على ابو زيد الا يا سلامه عايزك تروح الغرب
تفك الكرايب وتخلص المظاليم ومحاديث العرب. يا ابو زيد يا امير مجلي كرايب، احنا في احتياج مغادرة بلادنا جددت اراضينا زادت جبايب. سبع سنين يا نجد ما مات فينا ده ولا في البحر ولا في الطايب. يا مكان فيك العنب يا مكان فيك العنب مكعب عالشجر والطير يغني على غصن طايب. جذبت عرابينا علينا من زمان. اصبر على الايام والمتاعب، احنا رجال ابطال فرسان هلايل عربي الهلالية عربي الهلالية عربي هلالية. اذا كل عايب احنا نجير الجار ونحمي طالبنا واللي يجينا به متاعب يرتاح يا منصر عندنا بالهنا احنا الهلالية.
كل عين لا دم رود الغرب ألا يا متيمي ونشوف مين اللي ظلم الحبايب وانا دا على الاسمر ابو ناب ملكوي ابو زيد حضر في الحال امام العرايب قال نعم يا حسن وما تريد قلنا قلنا طلبك ايه يا امير العرايب عايزك ترود الغرب على يا سلام رد لي بلاد تونس وارض المغارب نادى سلام نادى سلام اللي طريقه سلام ابشر يا حسن ابشر يا حسن حتزال كل الكرايب عاد ابو ريا لنحو بيته وبات سهران بات سهران يفكر في السفر ازاي يروح وازاي يجيب الحبايب صباح الصباح صحى ونوى على السفر كانت له زوجة كانت له زوجة لها رأي صايب اسمها الأميرة عليا نظرت إلى البطل يا أبو زيد رايح فين يا أبو زيد رايح فين قل لي على الخبر نادى لها يا عليا حرود المغارب قالت له عليا وتسيبني وحدي تسيبني وحدي تسيبني وحدي ولا حد يسلي علينا من أشد لما تغيب عني مين اللي حيكلمني وانت غايب ومين يسأل عني في غيبتك قال لا يا علي يا ام الدوايب امرني حسن لازم
تنفذ أوامر لازم أطاوعهم من كل جانب. أمرني حسن يا علي ولازم أطاوعه ما تخالف السلطان عدى المذاهب. انا حسن الاثنين مختلفين وانا عقلي غايب. انت اعتنى عليا وخالفت ابو علي ما تخالف السلطان عدى المذاهب. وانت اعتنى السلطان اذا تعتنى السلطان وخالفت حبيبي غضب علي من أشد ان انت منعتيني وده عيب. عيب ليه؟ بتقولي لي ما تسافرش الغرب وده امر السلطان ومن خالف السلطان عدى المذاهب. قالت له على ان البلاد دي بعيدة ويا ترى نشوف بعض ام لا. قال لها كل شيء نصيب ولابد من تنفيذ امر امير العرب لان بلادنا علينا جذبت واحنا في احتياج مغادرة اراضينا. قام وتوجه فقالت له اسمع اقول لك حاجة لو قلتها للسلطان حسن يمنعك. قال لها ايه؟
قالت له قول له انا عايز جماعه يروحوا ويايا يروضوا المغارب. هيقول لك اختار. قول له عايز مرعي ويحيى ويونس. اخواته لو اخترتهم هيقول لك بلاش انت تروح. قال ونعم الراي. وصل الى الديوان، سلام يا بني هلال. قالوا عليك السلام يا امير الابطال، ما فعل الله بك يا اخ العرب؟ قال له ان شاء الله خير، نوينا على رياضة الغرب، بس عايز معايا جماعة رفقة عزاز الحبايب. قال له اختار ما تشاء. قال له عاوز ولاد الملك سرحان مرعي ويحيى ويونس. بص لقاهم فزوا من الجلسة كالاسود وقالوا احنا معك يا خال، احنا معك، لا شلت يداك ولا عاشت اعداد.
في كتاب المحبة يا أمي.
وهي أمهم شيحاتي وداو شيحاتي وداو وحتى يقول لهم مع السلامة مع السلامة يا أعز الحبايب إوالي من وياك إوالي من وياك كان يوم جميعا حضروه كل العرب من جميع الجوانب جاء الفتى حسن الهلال أبو علي يوصي وصية من لسان حبيب اسمع لنا يا ابن عمي يا محترم وصية جميلة من لسان حبيب وعتيد النار وانت مسافر تجلسوش لما قدام العدو ما تجلسوش لما قدام العدو دي العين في اللمة دايما تصيب ولا تجلسوش ابدا جرح طمايلة ده البنا يبني والاساس ما توقدوش النار يا ابو زيد في الخلا النار بتوري والطريق بيجيب
يخلق طريق رغيب. اشرب شرب الديب، اشرب شرب الديب، اشرب شرب الديب، وارتد في خفا لان غدرات الزمان قريب.
النبي سعيد ومن صلى عليه يستفيد ايضا ورزقه يزيد. كلام اودعناه ونرجع اليه ان شاء الله تعالى. ابو زيد الهلالي سلامه نوى على السفر الى تونس الخضراء وارض المغارب، وترك جميع العرب يدعوا له بانتصار، وعليا زوجته تتمنى عودته ثانيا الى البلاد. من يوم ما سافر حبيبي سافروا نهار اثنين اول السفر وتوجهوا الى تونس الخضراء ابو زيد واولاد الملك سرحان مرع ويحيى ويونس. وجرى ما جرى، صلوا على احمد اشرف الورى وقاسوا جميع المأساة وكل المتاعب
حتى وصلوا إلى تونس بلاد المغرب. له معنى كلام يونس بن سرحان، كان أجمل أهل زمان، وحبته السفيرة عزيزة بنت الوهيد معبد أمير الغرب قبل ما تشوفه. إزاي حبته قبل ما تشوفه؟ أبوها ما خلفش غيرها وحيدة، ومن وحدتها عنده لم يرزق إلا بها، منع الزواج عنها وقال مش هزوجها. الناس قالوا منع الزواج حرام ومخالف الإسلام، قال نعم صح أنا عارف هذا، بس أنا مرعم على ذلك مش هزوجها، لأني هزوجها لأي إنسان هياخدها بيته وأحب أشوفها أستأذنه، جايز يسمح أو ما يسمح، عشان كده مش هزوجها. منع الوهيدي أمير الغرب زواج عزيزة بنته، عاشت وحدها وبنى لها قصر شائق البنيان مشيد الاركان، ماء الذهب منقوش على الحيطان، والفرش من حرير الالوان، وجاب لها المغنيات ارباب الموسيقات يغنوا لها بالابيات والاناشيد، وهي تقول غنوا يا من اراح الله قلوبكم، وانا ابويا ظلمني ومنع عني الحبايب. ازاي ان يوصلها سيد جمال يونس بن سرحان؟ اشترت جارية من الجوار، لما لقت كل الخدم اللي عندها بيسمعوا منها اي كلمة، لما بتقول انا لابويا عدوة مؤسسة وافرح اذا حطت عليه المتاعب، يروح الخدم يقولوا لابوها، قالت انا عايش لوحدي وحجيب خدامة غريبة مش من هنا. امرت جعفر الدلال راح الى سوق الجلب اشترى جارية بطريق الظروف، كانت جارية ليونس بن سرحان، وصلت لها ما هي دي، احنا ماشيين على طول على طول مش في الاول. ساعة ما وصلت لها الجارية نظرت لها صرخت صرخة دوت لها الجبال وارتجت الأطلال، قالت لها ما أبكاك يا جارية؟ قالت لها جمالك فكر علي، جمال سيدي. سيدك مين؟ سيدي يونس ابن الملك سرحان، ولا تعلمش ان يونس جاي في طريقه لأرض تونس مع خاله أبو زيد. سيدك جميل يا مي؟ قالت لها أجمل أهل الأرض كلها، جميل زي جمالي؟ لا والله أجمل كثير، أجمل بكثير من جمالي. يا سلام في الرجال جمال زي جمالي؟ قالت لها سيدي يونس. قالت عزيزة طيب وصفي لي جمال يونس، واتكأت على فراش الهنا وقالت لها جايباك تسليني، أتبك بالأحباب هتفكريني. فات زمن
لما Stop.